أكثر من 5 أشهر مرت على ثورة تشرين، وما زال أبناؤها يواصلون حراكهم المطالب بالتخلص من ثلة المرتزقة والفاسدين. تتواصل الفعاليات الثورية من بغداد مروراً بالعديد من المحافظات لتصل إلى البصرة، ثغر العراق المطالب بحقه، الرافض للظلم والاستبداد والعمالة. صمود بالساحات لحين تنفيذ مطالب جماهير والمتظاهرين، ويبقى راح يبقى الضغط إن شاء الله بإذن الله على مجلس النواب لحين تنفيذ المطالب. الرفض واضح لجميع الشخصيات اللي شاركت في العملية السياسية، وخصوصا الموطخة يداها بالفساد. بالتالي جميع ساحات الاعتصام ترفض أي شخص حزبي أو منتخب من قبل الأحزاب، وخصوصا إذا كان عليه ملفات فساد سابقة مثل محمد توفيق علاوي. يا وطن ما يعلى صوت، صوت صوتك يا وطن ما يعلى صوت. تتعاقب فصول السنة على المنتفضين دون أن تكل أقدامهم عن المسير في درب الثورة، أو تمل حناجرهم من الهتاف المطالب بالحقوق المسلوبة والكرامة المهدورة على يد المنتفعين وعصابات السلطة. احنا هدفنا واحد ومطلبنا واحد من قامة الثورة من يوم 11 لحد الآن. الحكومة كلها من بدايتها لنهايتها من 16 سنة كلها تنقلب، ما اريد ولا واحد منهم، كلها تنقلب. اريد انسان شريف من عندنا من ساحات التظاهر، عراقي يحب العراقيين، يطلع هو اللي يحكمنا، وهي مده سنه. لو يبين لنا انه هو عراقي يحب العراق ويسوي لنا الحل، لو ماكو احنا ان شاء الله موجودين وما نتراجع، او سنه وعشرين سنه. احنا مستمرين على مظاهراتنا السلميه، ولازم يكون محاسبه القتله ومحاسبه الاحزاب الفاسده التي تقمع بالشباب وما زالت تسرق باموال الشعب من 2003 إلى هذا اليوم، وما زال الشعب يطالب بحقه. وهذه الثورة ثورة شبابية لم تصمد ولم تسكت، ومستمرون على خطى الحسين. هذه هي خطى الحسين، ضد الفساد، ضد الظلم، ضد كل ظالم. سوف ينتصر هذا الشعب ويكون عبرة للشعوب الأخرى بثورة إصلاحية تغييرية جذرية للشعب العراقي، والشعب سوف ينتصر. تصعيد سلمي متواصل وانتفاضة شبابية لم تفلح كل وسائل البطش والترهيب والخداع بإيقافها. جماهير لا تملك سوى وعيها وحبها لوطنها وحرصها على استقلاله، تخوض معركة أمام سلطة غاشمة استخدمت كل ما في جعبتها من أساليب لقطع طريق الثائرين، لكن كيدها عاد إلى نحرها، وظل هذا الهتاف يتردد معلنا دون تردد أن الثورة مستمرة.